الأرض ما زال لديها الكثير من الأسرار، مثل المخلوقات البرية والبحرية التي لا نعرف عنها الكثير من الأشياء، أو حتى إذا كانت حقيقية أم لا. وسنقدم لكم اليوم بعض المخلوقات الغامضة منذ العصور القديمة. كراكن هي وحوش بحرية عملاقة، من المفترض أنها تسكن السواحل المقابلة للنرويج وغرينلاند، ويقال أنها كبيرة جدا لدرجة أنها تهاجم السفن وتجرها إلى أعماق المحيط، وتختطف البحارة من على سطح السفن. ويرجع أول ظهور للكراكن إلى ملاحم الفايكنج، وجاء أول وصف مفصل لها في عام 1752 من أسقف بيرغن، الذي قال إنه من رأسيات القدم. ويصدق العلماء الآن أن الكراكن قد يكون حقا هو الحبار العملاق الذي كان يعتقد أنه أسطورة هو الآخر، لكن شهد مؤخرا في جميع أنحاء المحيطات، ومن الممكن أن يصل نموه إلى 13 مترا. ومع ذلك فإن قدرات الحبار العملاق لا تتطابق تماماً مع جميع حكايات قوة الكراكن المدمرة. دودة الموت المنغولية. حكى بادو منغوليا كثيراً عن دودة الموت الخطيرة التي من المفترض أن طولها يبلغ حوالي 1.5 متر، مع جلد أحمر فاتح يشبه في شكله الأمعاء الداخلية. وتعتبر هذه الدودة خطيرة للغاية، حيث تمتلك نتوءات حادة جداً في طرفي جسمها، ويتسبب سمها في تحويل جلد الضحايا إلى اللون الأصفر. ويقال أيضا أنها تحصل على لونها الأحمر الفاتح نتيجة عملية الولادة التي تحدث في معدة الجمال، حيث تأخذ الديدان الصغيرة لون محيطها الدموي بعد أن يفقس البيض. وكان هناك العديد من الحملات عبر صحراء جوبي من أجل البحث عن دودة الموت، التي ظن بعض العلماء أنها تنتمي إلى فصيلة السحالي الدودية بسبب كبر حجمها، لكن لم يتمكن أي شخص إطلاقا من إمساكها ودراستها. التنين. ورد ذكر التنانين في معظم القصص والأساطير التي يرجع تاريخها إلى العصر الحجري الحديث، حتى أنه تم ذكرها في الإنجيل. وتتميز التنانين بمدى انتشارها الواسع، حيث تمتلك كل ثقافة تقريبا نوعا خاصا بها من التنانين، التي تصور دائما على أنها وحش أفعواني قادر على الطيران. لكن هناك بعض الاختلافات بالطبع، ففي الهند وبريطانيا التنانين لديها أجنحة وتعتبر قوى طبيعية خطيرة، أما في جبال الألب والصين فإنها لا تمتلك أجنحة. ويحاول علماء الآثار والفلكلوريون شرح التنانين على أنها أساطير تطورت من عظام الديناصورات أو لقاءات مع التماسيح وتنانين الكومودو، لكن هذه الحيوانات تعيش في أماكن محددة وليس لها نفس صفات التنانين الأسطورية. والأغرب من ذلك هو أنه لا يزال هناك مشاهدات للتنانين في المناطق النائية من العالم، لذلك يعتقد بعض الناس أن التنانين مخلوقات حقيقية وليست أسطورية كما هو معتقد. شيطان جيرسي. شيطان جيرسي هو مخلوق أسطوري، يقال أنه ولد في عام 1735 بولاية نيوجيرسي الأمريكية لأم بشرية وأب من الشياطين، لذلك فهو لديه رأس ماعز وأجنحة، بالإضافة إلى حوافر وقرون وجلد يشبه الزواحف، كما أنه قد ترك آثار أقدام في الأشجار والحقول وعلى أسطح المنازل. وهناك بعض المزاعم التي تقول أن هذا المخلوق قد قتل والدته، لكن هذا الأمر بالطبع لم يثبت إطلاقاً، وادعى العديد من الأشخاص أنهم قبضوا على هذا الوحش أو أنهم استطاعوا التقاط صورته، لكن هذه الأقوال والادعاءات تكون مزيفة دائما. ويعتقد المؤرخ بريان ريغال أن هذا الوحش خيالي ولا يوجد له أي أساس من الصحة، لكن هناك العديد من الأحداث وأقوال الشهود التي لا يمكن دحضها، مما يجعل فكرة أنه مخلوق خيالي تماما محل شك بالتأكيد. إيميلا نوتوكا. حيوان شرس جدا لدرجة أنه يعرف باسم قاتل الفيلة، ويعتبر هذا الحيوان في نفس حجم الفيلة، لكنه يشبه وحيد القرن في شكله الذي يتميز بقرن وحيد بارز من رأسه وذيله السميك. وأبلغت قبائل البانتو المحلية عن مشاهدات كثيرة لهذا الحيوان، لكنهم لم يقدروا على اصطياده بسبب خطورته. وعلى الرغم من عدوانيته الشديدة، إلا أنه يعيش في مياه وغابات الكونغو ويتغذى على الأعشاب. وفي ثلاثينيات وخمسينيات القرن العشرين حدد المستكشفون أوجه التشابه بين هذه الحيوانات وبين مجموعة من الديناصورات كانت تسمى مثيلات قرنيات الوجه، لذلك فهو غالبا من الزواحف، ومن المحتمل أنه نوع من ديناصورات ما زالت على قيد الحياة. بيك فوت. زادت مشاهدات الحيوان الأسطوري الشهير بيك فوت، الذي يظهر عادة في الأماكن ذات الكثافة السكانية المنخفضة بشكل ملحوظ خلال النصف الأخير من القرن العشرين، لدرجة أنها وصلت إلى 3000 واقعة.
وبالرغم من أن بعض هذه المشاهدات كانت بالتأكيد مزيفة، إلا أن العديد منها كان مدعوما بالأدلة مثل آثار الأقدام الآدمية الكبيرة التي يبلغ طولها عادة ما بين 18 و40 سنتيمتر. وترجع الحكايات الأولى لبيك فوت إلى مئات السنين منذ قبائل الهنود الحمر المنفصلة، التي قالت عن المخلوق أنه رجل كبير يبلغ من الطول حوالي 6 أقدام، ولديه شعر طويل يشبه القرود. وهناك تفاوت شديد في روايات الأشخاص عن مدى خطورة بيك فوت، حيث يقول البعض بأنها مخلوقات عنيفة للغاية تأكل لحوم البشر، بينما يصفها البعض الآخر بأنها تشبه القرود ومسالمة إلى حد كبير. إلا أن العلماء يرفضون فكرة أن بيك فوت حقيقية، ويعتبرونه خرافة لعدم وجود أدلة كافية. بلاك شوك. بلاك شوك هو كلب كبير أسود ذو شعر أشعث يتجول في ريف شرق إنجلترا. وبالرغم من أن قصص الكلاب السوداء مشهورة للغاية في الفلكلور الإنجليزي، إلا أن التحديد الجغرافي لحيوان البلاك شوك جعله قابلا للتصديق، إذ كان أول ظهور له قبل حوالي 900 عام، ثم ظهر بعد ذلك في عام 1577 عندما اندفع خلال أبواب كنيسة وركض إلى مقدمة الكنيسة ليقتل طفلا ورجلا، حتى أنه تسبب في انهيار برج الكنيسة وترك علامات خدوش على الباب الشمالي ما زالت موجودة حتى يومنا هذا. واستمرت مشاهدات البلاك شوك في القرن العشرين، ومن أشهرها مطاردته لرجل على دراجة عام 1945 لفترة طويلة قبل أن يختفي دون أن يترك أثرا. وتم العثور عام 2014 على هيكل عظمي لكلب كبير من الذكور في أحد الأديرة الإنجليزية، لكن نتائج الفحص كانت غير حاسمة. وحش لوخناس. جاء التقرير الأول لرؤية وحش لوخناس الشهير في القرن السادس بعد الميلاد، عندما مر القديس الإيرلندي كولومبا على بحيرة لوخناس الإسكتلندية ورأى وحشا عملاقا يقتل رجلا محليا. منذ ذلك الحين استمرت مشاهدات هذا المخلوق الذي عرف لاحقا باسم نيسي على مر العصور. وهناك الكثير من الأشخاص الذين درسوا هذا المخلوق وتوصلوا إلى أن نيسي قد يكون أحد الناجين من حقبة ضائعة، إذ أن مساحة البحيرة الكبيرة وانعزالها الشديد يسمحون بالتأكيد لهذا الحيوان أن ينمو ويزدهر، كما أنهم يعتقدون أنه متشابه للغاية مع سلالة البلصور التي عاشت قبل حوالي 65 مليون سنة. لكن العلماء يعتقدون أن هذا المخلوق خيالي، وأن هذه المشاهدات عبارة عن أمواج على شكل حيوان، كما أن عمليات مسح السونار التي تم إجراؤها في البحيرة لم تستطع العثور على أي شيء.